شو نقطة تدخين موية تمر الحصان لما يدخل موية أو صبة أو طين إلى آخره أو تغيير الاتجاه، إصرارك على عدم حصول الشيء هذا مو فقط للشيء، لأن اللي يقدر يطمر لأنه خايف من موية ويتلك معه، ويقدر يغير الاتجاه لأنه خايف من موية ويتلك معه، لما تركب عصيف أول مرة تهذب سيكون قادر على الطمر إنه أول مرة يهذب، سيكون قادر على الروغان وإسقاطك لأنه أول مرة يهذب على راكب فخاب وغيره. مين بيدعوا انك تبغى الحصان ما يطمر في المكان الفلاني مويه او طين او جرف الى اخره؟ الفكره انه كيف قدر يطمر اصلا وانا ما اعطيت امر للطمره تلني تلمع؟ كيف يقدر يغير اتجاهه وينجح بدون ما اعطي اذن واضح تغيير اتجاه؟ القادر على تغيير اتجاهه او سرعته من ضمن تغيير السرعه الاندفاع قدام والطمر قدام بدون ما انجح في منع من الشيء هذا، قادر على فعل نفس الشيء في اوضاع اخرى فيني فيني، زي اول مره هدبه، اول مره اخبك عسيف، اول مره اقبل الى اخره. فالقادر على قول لا هنا بيقول لا في الاوضاع الاخرى. هو بيدعوا انك تبغى بفعل عدم الاندفاع وعدم تغيير الاتجاه هنا تبغى في امور اخرى، لان ينطبق على عده اشياء، ثلاث ارباع الاشياء اللي تسويها مع الخيل وانت بحاجتها كحاجه نفسها كشيء نفسه، لكن فكره انه ينجح في قول لا فيها تجعله يستطيع النجاح في قول لا في امر اخر فيك فيك. فانا ابغى اضمن انه ما يقدر يقول لا هنا عشان ما يقول لا هناك فقط.